بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم يوم القيامة. مصير الملائكة السؤال يحتمل أمران، يعني يحتمل أمرين، قضية وفاتهم أو عدم وفاتهم، كأني كهكذا فهمت، أو ما يكون منهم يوم القيامة. أما وفاتهم فإن ظاهر القرآن والسنة أنه لا يبقى إلا وجه الله، وأن الملائكة كذلك يموتون. قال الله جل وعلا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه. والأصل في أن كل من ألفاظ العموم في القرآن، فيدخل فيها الملائكة وغير الملائكة. وقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، والملائكة نفس. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه قد يحتج عليها أنها على الأرض يعني، لكن الآيتان الأولان ظاهرة المعنى في أنهم يموتون، وهذا من دلائل كمال العزة لرب العزة. أما بعد ذلك فإن لكل ملك ما أوكل الله جل وعلا إليه، وقد جاء في بعض الآثار إن لله ملائكة ساجدون منذ أن خلقه، وملائكة راكعون منذ أن خلقه.